اول عفريت هو جينا على الثاني بس بس هالجاي السباق ديال الاسبوع 21 كيلومتر غابه مزيان السي خالي بطل كبير ديالنا استعدادات سباق ديال بوسكورة 15 كيلومتر 21 كيلومتر كاين الناس المغرب كامل تيجيو يشاركوا فيه غنصوروا لكم هذا السباق حنا نحاول ندير 21 غنتقاتلوا شويه كاين طلع كاين هبوط ايوا المهم هذه هي هذا هو التشالنج ديال هذا السباق جاي محمد
هنا مقصد كيلومتر؟ كيلومتر ربعة. ربعة. صح. تبارك الله. ليش أبطال الدراري؟ ضربتوا أربعة بقى. أول. وي
دايرو وصلنا كيلومتر 4 كيلومتر 4 احنا غاديين كاين الضليله تقاد لي انرجي ياك دير ضرب اهلا 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 هدى مرحبا عليك اجي تصور انا وياك هذه هدى كي دايره لاباس الحمد لله مرحبا عليك ولا شي بطل هذه يتسالك مرحبا عليك انت هذه راه مع نفسيتي كلاب يا الله برافو عليك غادي صافا غادي بصح الراه مرحبا عليكم نتوما شحال دايره 15 عينا جابونا في الطلعة قرب ها السي مقتال يلا يلا الحمد لله الحمد لله كلشي رباح كلشي رباح ما حنا كلشي رباح لا خصاشكم 20 سهل السي مقتاح سعي من الابطال ديال رجال الامن الكحل واو رجال الامن كما شايفين قوه السلاحه وصلنا الساعه 21 ساعه 21 ليه عدبنا هو طلعت ولا هبطات طلعت ولا هبطات بزاف قاصح وي السي مقتال ديالنا مزيان كي داز داكشي زوين رائع طلعت ديال البسكوره كله طلعت ماشي مشكل طلعت تبقى فيها 300 متر 400 متر نص كيلومتر كلها طلعت جبد الميدالية عيش عينا باش دقيقة ولا ثلاثة باقي السارحنا هيا ضربنا شي ست طلاي ملاح واقفين معليش ديف لسبا على قبل هذا هاي يوين شوفوا